مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، مجلس الأمن الدولي يدين بشدة إطلاق الحوثيين صاروخا على الرياض. وزير العدل الأمريكي يطلب من القضاء فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع ملف إتجار حزب الله بالمخدرات. الشرطة الأسترالية توجه للرجل المتهم بتعمد دهس متسوقي عيد الميلاد في شارع مزدحم بمدينة ملبورن 18 تهمة الشروع في القتل وتهمة واحدة بانتهاج سلوك عرض حياة الناس للخطر. في أخبارنا المنوعة، السلطات الفلبينية تعلن أن العاصفة الاستوائية تمبين التي ضربت الجمعة جنوب الأرخبيل ولا سيما جزيرة ميندناو أودت بحياة 90 شخصا على الأقل. ولادة أول طفلة تم تجميدها كمضغة لحوالي 24 عاما. العالم يتأهب لمتابعة كلاسيكو الأرض اليوم بين برشلونة وريال مدريد ضمن الأسبوع 17 من الدوري الإسباني.